الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ روسيا. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الهوا نضيف ازاي. الله يا زبدة. جالكوا اللي هيعلمكوا الكورة يا روسيا. هو انا ابني معرفش اعتمد عليك في حاجة. يا ابني تلاجة الموز اللي انت مقعدنا فيها دي. ايه بقى ما تلخبطنيش، مش انت قلت روسيا؟ انا معلي التكييف علشان خاطر امال اعمل روسيا ازاي؟ حبيبي انت عامل التكييف على 16 وفي روسيا بيعملوه على 21 عشان يفصل. لا ده انت لو هتكيف روسيا كلها، انا شعرفني برضو روسيا كام اوضه. هو انت ما اتفرجتش على الاعلان بتاع وزاره الكهرباء الروسي وهي بتقول يا جماعه اعملوه على 21 علشان تكلفه؟ ابو انت متاكد من معلومه 21 دي؟ ايوه سمسم. هو حبيبي البتاع اللي انت لابسه ده حريمي، والله حريمي. دي من ريحه الحاجه بقى الله يرحمها. ماشي يا اخويا. طيب انا هروح بقى اشيل البتاع دي من على عينيا علشان خاطر بقى ايه. تعالى حلوف، تعالى حلوف، تعالى اللي هتشيل. هتروح له كده؟ احنا كده في روسيا؟ ايه؟ ايه ده؟ البس البتاع دي طبعا هنبقى في روسيا اول ما نلبسها. انا البس دي كده بقيت في روسيا خلاص؟ غبي هقول لك. يا نهار ابيض تصدق؟ ايه شايف؟ رحت على طول موسكو؟ احنا في موسكو ها؟ يلا تعال زبدتي. نورت موسكو يا عالمي. ايه رايك؟ لا احنا عينينا بقت زي الفل. الحمد لله على السلامه يا قمر. اخيرا وصلنا. هي الرحله كانت طويله كده ليه؟ لا معلش الدائري كان واقف خالص. الدائري الجوي اهو. بص في روسيا خالص. طب فين مستر كوبر والمنتخب صلاح والنني؟ مشيكوا سلموا على زميلو. ايه 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 يا زبد؟ ايه هو انت تلميذ يا حبيبي ولا ايه؟ كابتن كوبر مخبيك. لا لا مخبيه ان شاء الله. هو مستعر مننا؟ لا لو مستعر مننا ناخد مننا ونمشي. الطياره واقفه عند الكارت اهو. بس يا حلوف مستر كوبر مخبيك، مش عايز يحرق الكارت الكسبان بتاعه. يحرق الكارت الكسبان بتاعه يا اخي. ايه ده؟ ايه ما تستغربش. اللهم صل على كامل النور. الجاليه الاسلاميه هنا في روسيا ما بتفوتش فرض. لا لا ممتازين اهو الحمد لله ممتازين. المهم بس انت يا زبده دلوقتي كابتن كوبر بيقول لك ما تخرجش بره الاوضه دي. عايز هو بعت لك شويه ماتشات كده ها، عايزك تتفرج عليهم تفصصه. جهزت الحاجه؟ معاك اهو. عيب عليك. يا مسهل يا رب. بقول لك ايه، احنا عملنا كبير. شوف تكنيك اللعب عامل ازاي، اللعيبه بيعمل. سمسم تعال اشوف الرفعه دي. يلا الله يحرقك. ايه اللي انت عامله ده؟ منزل ماتشات كابتن ماجد؟ ايوه يا ابني انا منزل. مش انت قلت لي هات ماتشات كوره من على النت؟ تنزل كابتن ماجد يا حبيبي. انا منزل 40 حلقه، يعني فيهم على الاقل 3 ماتشات. طب وما نزلتش حلقات بكار عشان الواد يتعلم الوطنيه؟ ايه علاقه الكرتون بالكوره بقى دلوقتي؟ يحرقك الله يحرقك زي ما انت حرق قلبي. ابو سمسم مش عارف اركز. لو مش خايفين على زبده خافوا على مصر. ايه ده؟ مش دي ليتل ميرميد كده؟ المرحله الاولى خلصت، فاضل المرحلة التانية. ايه هي بقى المرحلة التانية دي عشان بس ابقى معاك في نفس الإطار؟ ماتش يا سمسم، ماتش يا حبيبي. أنا هروح لشاهي علشان أطلع بقى الفلوس بتاعت الجماهير والاستاد والحاجات دي. أيوة. وأنت تروح للمنتخب. حلو، منتخب إيه بقى؟ عشان بس أبقى معاك في نفس الإطار. هو إيه حكاية الإطار اللي أنت عايز تبقى معايا فيه ده حبيبي؟ ما يعني ربنا يوسع عليك أبقى معاك في حاجة يا أخي. منتخب مصر يا حبيبي، منتخب مصر. طيب أنت هتروح للمنتخب، لعيبة بتاع المنتخب تتفق معاهم إن يا جماعة معلش محتاجينكم تيجوا تلعبوا كده في ماتش خير عشان حالة إنسانية. تحب أقول لك إيه الحالة الإنسانية عشان تبقى معايا في أم الإطار؟ يا ريت. زبدة يا سمسم. صح. ايه اللي صح بقى؟ انا مش فاهم. انا ببخش غير من الغباوة دي. وبالنسبة للمنتخب الروسي دي اسهل حاجة بقى، هتنزل لي متحف مصر ولا فندق سفير اي فوج روسي هتشقطه وتيجي. بيحصل بيحصل يا ريس. والله العظيم ما قلقان غير من الحاجات دي. يا نهار اسود،
هجيب اي روس وخلاص. طب افرض طلعوا ما بيعرفوش يلعبوا كوره. حبيبي ما خير وبركه يا ابني، احنا عايزين نكسبهم، عايزينهم ما بيعرفوش يلعبوا. ايوه بقى صح كده، اعتمد عليك. لا جدع يلا جدع يلا، هي دي الروح اللي انا عايزها. يلا 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 بينا. استنى، انا حر، انا حر غير طبيعي، مش شايفه اي حاجه. ما هو انا مش فاهم برضو ايه اللي انت لابساه ده يا شاه. يعني يوم ماتش غزل النسيج وغزل البنات تلبسي مناضله وطنيه، ويوم ماتش مصر وروسيا تلبسي كده، مش فاهمك. مش انت اللي قلت لي البسي لبس روسي؟ اديني لبست لبس روسي، اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ايوه نفكر بقى، نفكر بقى، ربنا خلق لنا عقل عشان نفكر ونميز. وبعدين انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ انت نسيتي نفسك ولا أنا ايه؟ انا اسف، انا اسف. لسه شاهي، هو ليه بيكلم معاكي كده وانت ازاي وافقتي له على كل المصاريف دي؟ انا في حاجه، استني، اوعى يكون المنحل ده ماسك عليكي زله. لا بقول لك ايه، قولي لنا واحنا كلنا نقف جنبك. او النبي يا سمس خليك واقف جنبي. شاهي طب انا رايحه اقعد في المدرجات. ايوه كده. يا سمس المنتخب اتاخر ليه؟ لا على وصول طبعا، عيب عليك. بس قاعد عاده سمس وحياه ربنا، مش متخيل ان انت هتجيب المنتخب كله كده، جبت اللعيبه كلها؟ لا بص، هو اللي لسه فاضل فيه صحه هيجي ان شاء الله. هتلاقي كابتن كوبر طبعا بهدلهم في المعسكر المغلق. كابتن كوبر يا مسهل يا رب. طب ايه، تعالى نستناهم بره. يلا على وصول. يلا كباتن، يلا يلا، جود لك، شدوا حيلكم بقى، عايزكم تكسبوا النهارده عشان لما نروح روسيا ونلعبكم الماتش اللي بجد هنحط عليكم. يلا موسلا موسلا. تعرف لو رجاله المنتخب النهارده لعبوا بجد رجاله وصلاح كان فايق، احنا ناخد كاس العالم النهارده بجد. اهو ابطال مصر وصلوا يا اخي، قلقتني. سمسم، هو ليه المنتخب جاي في اتوبيس رحلات مدارس؟ بص، هو يعني المنتخب بيبقى عنده طقوس قبل الماتشات الكبيره، بيعدوا على كريزي ووتر، بالليل بيبقى السندباد، وبقيه الفلوس بقى وجبه وجبه ويلعبوا. يا نهار اسود. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه، السواق ركن غلط ولا ايه؟ جايب مجدي عبد الغني؟ جايب منتخب 90؟ لا بقول لك ايه بقى، انا عملت سيرش مصر في كاس العالم طلع للراجل ده. اعمل ايه يا غبي؟ ما هو ده اخر منتخب لعب في كاس العالم. هي مصر لعبت قبل كده في كاس العالم؟ انا من يوم ما اتولدت ما شفتش حاجه زي كده. اهو عشان لما اتجلط وقع يبقى عندي حق. لا الف سلامه، عشان انا مبتلى. لا مبتلى وانت عارف. لا يا حبيبي ما نعيطش، ما تقولش كده. طب وزبده فين؟ اهو حبيبي بيتصور معاهم اهو. بص بص الولد بيلعب في الراجل ازاي، سبحان الله. دخلت عليه لهبل. طب المنتخب الروسي ليطت ايه فيه؟ عيب عليك والله، هبلت. رحت الفندق اللي انت قلت لي عليه اللي فيه افواج روسي، بيعملوا ايس كريم. يا ابني جبت منتخب ولا ما جبتش؟ جبت فوج روسي، منتخب هتاخد صوابعك وراه. ننتقم منك يا شيخ. لا متيسره متيسره ان شاء الله، وربنا هيجعل الخير على ادم مجدي عبد الغني، وهتشوف ان شاء الله. وشه سمح قوي قوي. سمسم ده ايه بقى يا نجم الفراعنه؟ ازيك ازيك؟ انهار ابيض، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، كله أهل. تمام تمام. ابو ابراهيم النويري صاحب النادي وكده. ده بيه هو اللي بيدفع ده الفلوس بقى كلها. حبيبي ده كابتن مجدي حبيبي، اخبارك ايه؟ منور. بقول لك شيكك ممضي وجاهز حبيبي. وكل حاجه حبيبي، وانا كمان عملت لك شغل حلو قوي بجد. والله عملت لك شغل حلو قوي. كابتن هشام يكن وجمال عبد الحميد فورمه. لا لا لا، اجيب هشام يكن وجمال عبد الحميد بالمبلغ اللي، لا ده انا لميت لك الدنيا، لمامه من على القهوه وكله تمام 100%. ما تقلقش ما تقلقش. طب يعني طب كنا جبنا منتخب الساجدين. لا ده انا جايب لك منتخب الساكتين، ده بقى ولا واحد فيهم بيتكلم. يلعبوا يلعبوا بس. ده دول من... لا منتخب الساجدين ده، عشان اجيب لك منتخب الساجدين هتكلم برضه. لكن الساكتين دول مفيش وجع دماغ بقى الحمد لله. طب لا وهيسمعوا الكلام والامور هتبقى تمام. نكسب وان شاء الله ربنا يوفقنا. يا مسهل ما تقلقش يا ما تقلقش. لا انت قلقان. لا لا انت منورنا. لا لا صوت حضرتك معانا. لا لا انا واثق. لا ست فايق في حاجه زياده عشان اجيب برضه اتنين زياده. ايه ده احنا عنين ست فايق ست فايق.
ماشي. لا ما تقلقش. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله يا كابتن. اغير وارتب و يلا ان شاء الله. يلا يلا نورنا يا كابتن. سلام. يلا شيك يا ابن عم حضرتك على طول. اهو ده جاي. جاي ان شاء الله. يلا بقى تشرفونا ان شاء الله. والشيك نورنا يا كابتن. يلا سلام. جايب اتنين زياده. مالك قلقان ليه؟ انا حاسس ان احنا بنروح في 60 داهيه. ليه بس والله يعني العظيم ثلاثه بنروح في 60 داهيه. منتخب ايه رايك؟ منتخب كابتن مجدي بيسلم عليكم بيقول لكم شيك. ما كان لسه هنا وقال لنا. هو قال لي انا برضو قال لي اكد عليكم في الحته الصغيره دي. طب يلا ماتشاتنا. هنلعب على طول كده. مفيش افتتاح. لا افتتاح ليه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ افتتاح ايه يا زبده؟ هي مقله ده كاس العالم. مفيش افتتاح. بس ايه في افتتاح طبعا. هو في افتتاح. في افتتاح. في افتتاح. في افتتاح. يلا ماشي. طب ناكل الاول. يلا بقى. ماشي يلا. ايوه بقى كده. بقى بالحماسه دي. يا خلاص شفت المشيه دي. افتتاح ايه؟ هنليسها ازاي دي؟ هنليسها زي ما كله بيتليس.